الأصل في صنع المنبر أنه وبأمر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يصنع له من طرفاء الغابة، وهو نوع من الشجر ليجلس عليه عندما يخطب بالمسلمين، بعد أن كان عليه الصلاة والسلام يتكئ على جذع الشجرة، وبعد ذلك أصبح المنبر من مقومات بناء المساجد، لكنه يختلف من جامع إلى آخر ومن مسجد إلى آخر من حيث النقش والتصميم والحجم والزخرف، لكنه يبقى متلازماً مع المحراب، وهما يتصدران الواجهة الرئيسية لكل جامع ومسجد.